اليسار جميع المقاربه اللي ما فيهم اللي يقول المقاربه راهم الصحراويين مقاربه باش تعودوا عارفين. دسم دسم كيف طنجه كيف الدار البيضاء ولكن احنا صحراويين راهم مقاربه. كاين من اللي طايش شوي ولكن عادي طبيعي اذا داروا المقاربه كامله هو مقربي ما فيها نقاش. اليوم انتصار في ساحه المشور اللي كانت فيها 35,000 بالحضور في ذا النهار الزين العظيم. وطبعا راكم عارفين الناس تبدا تقول كورونا ما كورونا صحيح. احنا درنا التباعد درنا التباعد بكراسي كل كرسي فيه جوج متر مع الثاني وشتوها لعود وشتوها. ولكن النشوه ديال المواطنين ما يقدر حد يقلعها والفرحه ديالهم ما يقدر حد يقلعها. احنا عند وطن وحب الوطن من الايمان. اليوم النشوه ديال المواطنين حصلوا كيفاش نشوة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف بالسيادة المغربية كلها اللي كامل كان مستعمر تحت إسبانيا الأقاليم الجنوبية اعترفت بها أمريكا للسيادة المغربية اللي كان باقي من الناس يقول السيادة ما هي المغرب والسيادة ما هي كذا وسيادة. ولكن المغرب خدام وفرده ولكن ما عمره قط الساعة ان احنا جلالة الملك صحراويين قدم حكم ذاتي وخصنا احنا الصحراويين كنا اتفقنا بكري فاتنا اعطانا الحكم الذاتي غير الطرف الاخر اللي جا تقول جاري وما وافق واحنا ما غادي كما قال جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الله ينصره ما غادي تقول لها نستنى. اليوم الانتصار اللي شفته من اجمل الانتصار ومن أحسن الانتصارات نضع أنه ذي أكبر دولة في العالم وعضو يا المجلس الأمن الدائم وانتم كاملين صحافة وعارفين شنو دور الولايات المتحدة في العالم. عندك اختي عندك افتتاح حمل القنصلية في الداخل اللي يجيب الاستثمار ذا راه قالوا الرئيس الأمريكي راه ملكوا في قرار قنصلية ما تجيب الاستثمار الصحراء والامريكان يستثمروا تعرف استثمار الامريكان راهو كبير حسن واعتراف هما اللي عن الحكم الذاتي لو مستقية وهو الكاين راه قالوا هما اللي راه ما كاين فوق وسط تاع هو ما هو حشمان من حد لا قالوا قالوا داروا مرسم ديالك ما هو خايفوا من حد وهذا بالنسبه لنا احنا مهم جدا وهذه حكمة جلالة الملك محمد السادس الله يرحمه العاهل ديال البلاد العاهل اللي احنا دايرين فيه ثقتنا واللي احنا عاطيين روسنا اللي دار احنا مأيدينه لا في قضية الصحراء ولا قضية المملكة المغربية كلها احنا من ورا جلالة الملك محمد السادس بين اللي عارفين عنه كم اللي عدد جلالة الملك محمد السادس هو صالح وهو معقول وهو فيه مصلحة للمملكة المغربية شعب المملكة المغربية كله لهذا الحمد لله داز اليوم نهار جميل جدا وفضيل وداز الانتصار إلى رضا الله اللي لعبوه انتصارات في انتصارات سيد رئيس شكرا لك إخواننا في تندوف في الجزائر لا إخواننا في تندوف أنتم ما تعرفوا عني ما قلتش حتى خطابات دائما نقول عن إخواننا في تندوف خصهم يتخلاوا عن الأفكار ديالهم اللي هي مصالح مش عليها الظهر جمهورية ما هات لا تكاين هاي صد عروس اللي بقى يخطي عليا واللي بقى يكرهني واللي بقى ما يكرهني جمهورية ما هي كاين الحكم الذاتي موجود ويكون وجلالة الملك يقولها والمملكة المغربية كاملة مع جلالة الملك يقول ولكن خصهم يفهموا ما تلاجي صحراء الولايات قلت الصحراء والجزائر هذا حسن للمغرب ما هم مخلينهم يصرفوا فروسهم كتصرف الجزائر دولة جارة من دول المغرب العربي يا خير فشلت في قضية الصحراء المغرب انتصر عليها انتصار عظيم بحكم جلالة الملك انتصرنا عليها في الوحدة الفرنسية وانتصرنا عليها في مجلس الأمن وانتصرنا عليها في فورم وانتصرنا عليها دابا بالقرار الأخير ديال الولايات المتحدة الأمريكية لاعتراف الوحدة الترابية لسيادة المغرب على التراب وفتح قنصلية لهذا ماني عارف شو بغات الجزائر الدور احنا الجزائر نبقوهم وجارتنا وما الدين هي الدين كما مد لها جلالة الملك يخصها توفر من ذا الامور وتقعد معانا وندير ايد في لي
وتخلينا احنا الصحراويين من بيننا. سيد الرئيس، انتم كفريق برلماني كنتم بزياره امس لقرقرات، شنو هي الصوره اللي ممكن توصلوا للمواطنين من خلال هذه الزياره؟ عرف القرقرات فيها قيل وقال وكل شيء. احنا مشينا امس القرقرات ولكن ما صورنا عندنا خبشه ديال القرقرات. مشينا الى السكتور اللي واقف عند الحدود، نظن ما نعرف كانكم عارفين ولا ماكم عارفينه، عند الحدود قبال الجدار، واقف عند الحدود مع موريتان يتمادوا بقد حال. نقول احنا مشينا لعنده وكانت صوره طيبه وجيده، ولا رادها الله الفريق كان درنا في اجتماع، درنا في الداخل راهم دايرين، ولو ما انا جيت في هذا الاجتماع بنقدموا الى رادها الله ملتمس جلاله الملك محمد السادس الله يسره باش نطلبوا يفتح يعود مطار في بير قدو. وشنع المعبر مؤمن امان تام، والناس كامله دايسه، دايسه افريقيا، دايسه الجمهوريه الموريتانيه، ودايسه من بعدها افريقيا العالم باسمه نصاروا مسلمين، وهذا مهم. الطريق منين لحقت فيه؟ الطريق اللي تم اصلاحها منين لحقت؟ طريق وزفتت الاولى وزفتت صلحت فيها الشطر، وبقى كولومير اللي هو داروا له التفنه، داروا له التفنه عدلوها مزيان، تعرف خصك دير التفنه هي الاولى ماشي، وماشيين خدامين فيه. سيد الرئيس، تعليقكم على استعداد الولايات، اعلان الولايات المتحده الامريكيه لافتتاح قنصليتها بالداخل؟ تعليق زين، نشكر ترامب، نشكر الولايات المتحده كامله، ونشكر ترامب على قرار فتح قنصليه امريكانيه في الداخل. انا ضع انه هذا مهم لنا بزاف. الولايات المتحده دوله عظيمه معروفه بالعالم، اللي يشجع المستثمرين ديال امريكا اللي يجوا يديروا الاستثمار. طبعا تعرف الامريكان استثمارهم ماشي لا من عند 2 مليار 3 مليار من الدولار، تعرف ما هو سهل قليل عندهم، وليس نطلق استاذ مازالوا ليجوا دول تابعين الولايات المتحده، راهم تشوف هي قضيه غادي تثيقه، ومن تكون الثقه في حد ما صافي ما كاين نقاش، احنا ما يديروا زي العالم.